لكل أعمال الديكورات والتشطيبات، يعني هتستلم شقتك على المفتاح جاهزة وبكل شيء، مع تصميم رائع وكمان جذاب. شركة كريتيف ديزاين لتصميم الديكورات والخدمات والمنتجات المتكاملة والتصميمات الهندسية ثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا المنازل الذكية. العنوان: المكتب الهندسي مصر الجديدة، ميدان سفير 38، شارع أبو بكر الصديق. للتواصل الاتصال على الأرقام التالية: 010-690-280-87 أو 011-543-293-80. شركة كرياتيف ديزاين. مساء الصحة والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكلام في ملعبنا. هنتناقش النهاردة في موضوع مهم لكل أسرة، لأن الموضوع بداية السن والأطفال وكده، دوت بداية الأب والأم، دور الأب والأم في الموضوع ده. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، أحب أرحب بزميلتي. ازيك يا فزي؟ مساء الخير عليك يا نجلاء، ومساء الخير على كل الناس القاعدة بتشاهدنا عبر شاشة الصحة والجمال، وايضا مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده حنتكلم على العدوانيه والعنف عند المراهقين، وازاي احنا كاسر او كاهالي نتعامل مع المراهقين. تمام. مشاكل بقى المراهقين دلوقتي عند البنات بتختلف طبعا من حاجه للتانيه، من مشكله للتانيه، وده في الغالب. أيوة. عايزين بقى نعرف ايه هي الاسباب المشاكل دي. بتبقى هي المعامله، الاحترام والتقدير، الاكتئاب، والجانب العاطفي برضو في السن المراهقه ده بيتجهوا للايه، للجانب العاطفي دايما. ايوه برضو يا نجلاء، هو الموضوع بيبدا بانه بيكون في تغيير في حاجات كتيره، اللي هو الواحد بيشوف نفسه اللي هو صغير، فجاه بتظهر عليه علامات، بعد كده مش هيبقى عارف انه هو ازاي كبر بسرعه وازاي هيفارق مرحله الطفوله. تمام. واللي بيخص المشاكل برضو اللي هو الايه، التنمر. ايوه والاصدقاء برضو، ومشاكل التعليم. أيوة. فدوت بقى دور الام في الموضوع ده، ان هي تصاحب بنتها، لان سن المراهقين ده للبنات حاجه مش كويسه، فلازم متابعه ولازم نصاحبها بكل بساطه وبكل صراحه طبعا، تكلمي معاها في الفتره دي، لان الفتره دي مهمه جدا عندها، بس أيوة. محتاجه رعايه، محتاجه دايما تتابعيها، تكلميها، تتكلمي معاها. هي الفترة مهمة عند الاثنين، سواء كان الولد والبنت، بس بتبقى البنات. عند البنت اكتر. أيه. من الولد. أيوة. دايما فمش عارفة، فبلاقي الاولاد مثلا، الواحد مثلا بيبقى متعصب احيانا اكتر من البنات، فكل ما علينا انه احنا ازاي نعرف نتعامل مع الاثنين مع بعض، عشان دي مرحلة وحتعدي، وبعد كده الواحد حيرجع لوضعه الطبيعي، بس عايز مننا المصابرة وعايز مننا التعامل اللطيف، من غير ما انه احنا مثلا نحددهم، مثلا اذا انت غلطت في حاجة احنا هنحرمك مثلا من مصروفك اليومي، مش هتطلع مع صحابك، ما يبقاش في تحديد، لازم يبقى في امان، يبقى في ثقة، اللي هو تصاحب ابنك زي ما قلتي، تكونوا قريبة منه، بس دايما هو على ايه. فكرة دايما تربية الولاد بتبقى صعبة عن تربية البنات، مختلفة جدا. يعني احنا النهاردة هنتكلم برضو في انه في اسر يعني كتير بتفرق بين ومش موضوع تفريق. أيوة. موضوع التفريق نفسها صعبة. في الولد والبنت، البنت أيوة. بتبقى خايفة، بتبص لها كده بتفهم، بتبقى ضعيفة اكتر من الولد، اللي هي بتخاف، هي دايما المشكلة انها بتبقى ضعيفة من لا الولد بقى بيقول ان هو انا بقى راجل وكده، فلو تلاقيه بيعمل يعني لو احنا بنسمعش الكلام هم صغير. يعني كده لو ربينا البنت انها هي زيها وزي اخوها، فما بيبقاش في خوف. بالضبط. لازم احنا نعلمها على انها تكون قوية. بتفرق بين قوية. البنت والولد في ناس كتير بتفرق، مثلا في البنات تجي واحده تقول لك مثلا المشكله دي بتكون حاصله في كل البيت، تعالي مثلا شعرك مش عارف عامل ايه، ما تاكليش كتير هتتخني. ده بقى بيعقد البنت. ايوه
فتجمل هو دايما المشكلة هما ما بيقولوش الكلام ده للولاد. امتى تكبري مثلا وتصبحي عروس ونفرح بيكي وانتوا مش فرحانين بيا ولا ايه يا جماعه؟ لا ودايما ماما لو هي بقت شعر بس الذنب بيبقى عليها هي، طب هي مالها بالموضوع؟ فاحنا نربي البنت يا جماعه انها يعني مش لازم امتى تكبري وتصبحي عروس، مش كل الناس بتتجوز على فكره، في ناس كبيره، في ناس كتيره جدا بتوصل سن مفيش جواز بس بتبقى غدوه. ما نتكلمش معاها في موضوع الجواز ده لان اكيد بتحمليها مسؤوليه ومن هي ايه صغيره، هي صغيره. ايوه ودايما برضو الولاد في تربيه الولاد اللي هم يقولوا لك اه ده ولد، ده المفروض انت تعملي لاخوكي وتجيب الولد يعمل اه هتعملي اه البنت تعمل والولد ايه، فهم بقى بيميزوا الموضوع ده بين الاثنين. فدي برضو بتبقى يعني صعبة شوية. بصي مشكلة المراهقة دي مثلا يعني المراهقة مثلا محتاجة لحاجة معينة اللي هي مثلا محتاجة لحرية. يعني أنا أدي هي محتاجة لحرية بس أيوة حرية مع مسؤولية. الحرية في سن المراهقة مش كويسة. هي الحرية معاك يا نجلاء حرية وإيه ومسؤولية. لازم احنا ندي حريه ومسؤوليه، اذا كان في حريه وما فيش مسؤوليه هتبقى ايه ده تحور. لازم حريه وبرده ايه تحملي ايه مسؤوليه. ودور الاب برده في في موضوع تربيه الاولاد ده يعني مهم جدا، اكبر حاجه واهم حاجه هو دور الاب في الموضوع الناس ده. طبعا تعبانين اللي هو عشان بابا بيروح الشغل وماما ايه طبعا الست هي اللي في البيت طبيعي. ده اه الست هي اللي في البيت وهي اللي بتقوم بالتربيه والكلام ده. بس برضو عايزين نعرف دور الاب في التربيه ده، ده مهم، دي حاجه مهمه. والحاجه الثانيه تمييز الولد عن البنت برضو بتفرق برضو في التربيه. ايوه بتفرق في حاجات كتيره. احنا زي ما قلنا انه يعني ما ينفعش انه نقول قومي حطي اكل اخوكي، قومي اغسلي لاخوكي، دي يعني احنا هو طبيعي ده اه بيحصل ان ده بيتعمل اصلا بس كلنا مع يبقى اه اللي يبقى المعامله في الاثنين. حتى لما يتجوز يعني لا يعرف انه الحياه مشاركه، يبقى لازم في مساعده أيوة ومشاركه. أيوة وعلى فكره لازم يتعلم الحاجه دي وهو صغير. لا مش عيب اصلا ان الراجل اه يخش المطبخ عادي جدا على فكره. تمام فدي حاجه مش عيب. فلا الناس فيا ربي الو طيب ومعانا اتصال استاذه زينب. ايوه الو ايوه استاذه نجلاء اهلا اتفضلي. حضرتك انا عندي مشكله كنت عاوزه اعرضها. اتفضلي اتفضلي. طيب دلوقتي انا سايبه البيت بقالي اسبوع ومش عارفه اروح فين. تمام. فانا عندي من الولاد خمسه، فانا متجوزه جوزي عندك ايه؟ عنده زوجي زوجي يعني. طب اقول لحضرتك حاجه، ما تجيلي عندي الهام. ايه ده؟ خليكي معانا. الو؟ ايوه معانا حضرتك. طب بصي حضرتك دلوقتي انا سايبه بيتي بقالي اسبوع. اتفضل. جوزي امين شرطه فكل شويه يهددني هحبسك هحبسك. هو فعلا عمل لي حوار قبل كده وضرب لي وصل امانه وبيتني ليله في الحجز. تمام تمام سامعاكي كملي اتفضلي. فدلوقتي انا هربانه ببنتي وسايبه عيال الصبيان هناك لوالده وهربانه ببنتي ومش لاقي لي مكان اروح فيه. فانا دلوقتي متهدده على طول بالحبس لو ظهرت، هيجيب لي احكام وانا بقى ضمن ظهر الاحكام اخد بنتي مني ومش عارفه اعمل ايه. غير بقى حضرتك ما في ضرب وفي عنف وفي اهلي ما بعرفهمش وكلام من ده، فانا تعبت. انا بقالي 20 سنه متجوزه وعماله استحمل استحمل استحمل. واولادك كبار ولا صغار؟ ولاد ايه كبار؟ ولادي يعني كبير فيه عنده 19 سنه. ما هم الولاد ممكن يتكلموا مع باباهم عادي. طيب فين دور الاهل في الموضوع ده؟ ما حضرتك ما فيش، انا والدي متوفي وماليش حد يعني ان هو يقف قصاده، هو شايف نفسه. معانا يا فندم؟ بس المفروض الاهل طبعا يكونوا متابعين لان ده حاجه مهمه جدا، هم دورهم اهم حاجه ان هم يتابعوا الموضوع ده. ايوه طبعا. معانا ايمان. الو الو اهلا بيك اتفضلي. حضرتك انا معايا ولد متعلق بباباه قوي. تمام. ما بعرفش اتعامل معاه خالص. قاعده في البيت معاه ولا لا؟ بتقولي ايه؟ قاعده في البيت معاه ولا لا؟ في البيت معاه بس هو متعلق برضه بباباه جدا ومش عارفه اتعامل معاه خالص. يعني هو ما بيسمعش كلامك خالص ومش عارفه تتكلمي معاه خالص، ولا هو متعلق بباباه ازاي؟ مش فاهمه. ممكن توضحي؟ ما بيسمعش كلام ليا خالص،
ما بيتعاملش معايا اصلا، كل حاجه بتجي فيها لبابا، عايز بابا ياكله ويشربه ويلبسه. اذا كان بابا هو سنه كام سنه؟ عنده 10 سنين. لعشر سنين صغير، يعني تعرفي تتعاملي معاه ازاي؟ كنت يعني التعامل اللي هو معروف انه دايما اقرب حد للطفل امه، وبابا برضو ياثر على الموضوع ده. شكرا للاتصال. طيب ودلوقتي برضو موضوع اللي هي بتتكلم فيه ده، في بيبقى في اطفال متعلقه فعلا بباباها، والعكس برضو في اطفال متعلقه بمامتها. بس بيجبرك انك لا بناتك، انا مثلا انا بحب ماما وبابا، ده بناتك من امي ازاي تتعامل معايا يا نجلاء؟ يعني الام هي وما ينفعش برضه نفرق بين الابناء في المعامله، اكيد طبعا، بس اكيد الام تبقى ليها اثر والاب ليه اثر برضه، يعني الاثنين مع بعض. تعالي برضه نشوف انه اسباب العدوانيه والعنف عند المراهقين. عندنا مثلا التقليد، بيقلد حد معين مثلا، مثلا بيشوف الحد ده مثلا غدوته اللي هو مثلا زي اخوه، او يشوف شخص مثلا بطل سينمائي فيفضل يتصرف زيه في كل حاجه. اذا كان الشخص ده مثلا تعامله لطيف فهو هيبقى لطيف، اذا كان الشخص اللي هو شايفه غدوته تعامله مثلا عنيف فهو هيطلع ايه؟ عنده الكلام ده. وهل دلوقتي الاهتمام بالولد نفس الاهتمام بالبنت؟ في اسر كتيره بتساوي بيناتهم وبتشوف ان هم الاثنين سواسيه، يعني بشوف بس ده قليل جدا. قليل حاصل في بس المفروض من البدايه بيبقى دور كل اب وام ما يفرقوش بين الولد والبنت. أيوة. في حاجات يعني في المعامله، في طريقه الكلام برضو كده، مش حكايه ان هم الولد معروف طبعا بيبقى براحته والخروج والكلام ده، البنت لها حدود، بس لازم يفرقوا بين بعض في حاجات محدده، وبرضو كل حاجه بحدود طبعا. مش بنقول ان هي تبقى البنت تبقى براحتها وحريه زي الولد والكلام ده، لا مفيش الكلام ده طبعا. بالظبط كده طبعا. هو مش عايزين نقول انه في اختلاف في التربيه، بس اكيد البنت عندها حدود معين، يعني مش هتخرج طول اليوم هي عن نفسها، مش هتخرج يعني اكيد مش هتكون زي الولد انه هو عايز يخرج كل دقيقه تانية مع اصحابه. بس احنا برضو بنقول للامهات انه تخلي عينك على بنتك او ولدك في سن المراهقه، ولان برضو التربيه دلوقتي بقت صعبه جدا، تربيه الولاد بقت صعبه جدا بجد. أيوة. ونفس النظام في الزمن ده حاليا تربيه البنات بقت صعبه. ايوه لازم المتابعه، لازم المتابعه كده. ودور الام مهم جدا في الموضوع ده. ايوه دورك كأم ان انت لازم تتابعي بنتك اكيد. وبنقول برضو يا نجلاء انه مثلا عدم انه ما نفرقش بيناتهم الاثنين زي ما قلنا من الاول. حسس الولد انه انت زيك، ومثلا في التعامل زي اختك في التعامل. مثلا في حاجه برضو مهينه جدا، يجي حد يقول لك مثلا الراجل ما بيعيطش، ما بي يعني بتعيط ليه؟ انت ست او انت بنت؟ فعيب جدا ان نقول الكلمه دي. مشاعر دي حاجات مربوطه بين راجل وست. يعني الراجل ممكن يعيط والست والبنت ممكن ايه تعيط برضه، تلاقيه في حاجه معينه بيعمل حاجه في البيت، انت ايه بتعمل كده ليه؟ شد حيلك، انت بنت؟ لا ما ينفعش كده. هنا الولد هيحس انه في فرق جامد بينه وبين ان انا ما ينفعش اعيط. أيوة. ان هو يقول هو بيعيط بيبقى لا هو يبقى ضعيف كده، لكن مش حكايه ده، مش موضوع الضعف. ما لهوش علاقه بالضعف، ده ليه علاقه بانه احاسيس مشاعر جوه. في حاجات بتخلي اي حد يعيط عادي جدا على فكره، فبرضه ما ينفعش يا جماعه الحته دي انه نقول شد حيلك ما تبقاش زي البنت، او بتعيط ليه انت ست او انت بنت. فالحاجات دي برضه بتاثر عليهم الاثنين جدا. طيب ودلوقتي ايه الاسباب الخاصه والخاطئه اصلا اللي بتستخدمها الاسره لتربيه الولاد؟ في اسباب كتير جدا بتبقى خطا، وطبعا الطفل بيبدا اللي هو من سن المراهقه وكده، من هم صغار. في ناس بتربي على سن المراهقه مثلا من 11 سنه ل 18 سنه، احنا ممكن نعمل لهم كل حاجه، نعمل كل حاجه اللي هو ايه الحاجه الصح، بس في كمان اوقات في حاجات بتبقى غلط، ما نعملش الحاجات الغلط عشان يعرف انه في حاجه غلط نو ما يتعملش، وفي حاجه صح تدعمل. فاحنا لما نربي على كده فهم هيبقوا فاهمين انه احنا مثلا
احنا بنعمل ايه الغلط وايه الصح، بس لما نخليهم كده فهيفضل انه اللي هو بيتدلع ومفيش حد هيسألني وهعمل اي حاجة انا لا طبعا لازم يبقى عايزها. في متابعة في الموضوع ايوه تعمل اللي هم عايزينه، بس بحدود، مش الغلط اللي يتعمل، الغلط ما يتعملش خالص. ونتابع برضو سلوك اطفالنا وهم في سلوك طبعا، المدارس، يعني لازم الامهات يكون لهم صلة مع المدرسة ومع المعلم بتاع الطفل، وازاي هم في الكلاس وسن قاعدين ازاي الأطفال ده وصحابه. خصوصا سن ايوه الأطفال بيتميز، يعني الطفل بيتقسم على السن ده اللي هو بيبدأ ياخد طبع بقى ويطبع من هو ده، مثلا فهي برضو دور الأم في البيت إن هي تكلم برضو الطفل وتعلمه وتقوله وتفهمه الصح من الغلط، ودايما تتناقش معاه وتكلمه وتفهمه الدنيا ماشية ازاي، لأن ده طبيعي في السن ده بيكون لازم. موجود، وهو بياخد بيبني نفسه من السن ده، مثلا بين ال5 سنوات وال8 سنوات، فهو بيبني شخصيته اذا كان ضعيف او ايه قوي. فلازم الام تكون جنب طفلها من هو صغير، لازم تكون جنب طفلها من هو صغير عشان ايه، عشان تعرف انه بيخاف من ايه مثلا، تخليه انه يكون ما يخافش من حاجه دي مثلا، بيكره ايه، في حاجات كتير يعني تفاصيل كتيره جدا. تمام، ديت الموضوع دي مهمة جدا. ودلوقتي عايزين يعني ننصح الناس بحاجة قبل ما نختم فقرتنا. احنا زي ما بدينا انه مثلا مفيش، مش هينفع نقرا الرسائل، عندنا رسائل كتيره ولا طب مين ممكن نقول رسائل من اللي جاية، يعني نقول أي حاجة عندنا من اللي رسائل؟ جت؟ ايوه ماشي، عندنا رسائل كتيره جدا، فاحنا قولي. والله طيب يعني نتمنى انه كل رساله توصلنا نقرا الرساله، بس مرات الوقت بيكون ضيق. مثلا احنا وصلتنا رساله من صديقه البرنامج منى من السودان، بتقول كل الشكر والتقدير لفريق عمل البرنامج الكلام في ملعبنا وقناة الصحة والجمال. أيضا وصلتنا رسالة من صديقة البرنامج علا عبد الله، السلام عليكم، والله يا جماعة أنا بحبكم في الله. واحنا بنحبك. برضو رسالة من صديق البرنامج محمد سمير، تحياتي وحبي الكبير ليكو، ودايما منورين شاشة الصحة والجمال. شكرا لك يا محمد، وشكرا على منى، وشكرا على كل الناس اللي رب راسلتنا. نكون قدرنا نفيدكم في الحلقة. ولازم نتابع طبعا الأطفال، ولازم نتابع سن المراهقة، ده دور الأم والأب في الموضوع ده. لازم تتابعي ولادك علشان لازم الموضوع تكوني ما ايوه يكبرش، لازم ولازم تكوني تصاحبيهم جنبهم، وتصاحبي بنتك، ايوه ودايما تتكلمي معاها وتشوفي مشاكلها ايه تكوني وهي قريبة محتاجة منها. لإيه. لازم تكوني قريبة منها جدا ايوه وبكل بساطة. اكيد طبعا. احنا لسه متواصلين معاكم، بس كده احنا نكون وصلنا الى ختام الفقرة الاولى، فاصل وخليكم معانا.